Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 3 from your activity book. اليوم نأخذ تمارين الدرس الثالث من كتاب التمارين. نتذكر شغلة يا مس قبل ما أبلش بالدرس. أخذنا الأسبوع الماضي 4 ضمائر مهمين. أخذنا my بمعنى لي. مثلا my book كتابي. كتابي أنا. أخذنا الضمير your بمعنى لك أنت. يور لك، مثلا لما أحكي this is your book، your book معناها كتابك. أخذنا كمان الضمائر his بمعنى له، له هو his book، له كتابه للولد. her بمعنى لها، لها هي للبنت. her book كتابها هي. فإذا بدنا نعيد مع بعض my لي، your لك أنت، his له هو للولد، her لها هي للبنت. Firstly open your activity box، نفتح كتاب التمارين page number 84 صفحة 84. Write the day and the date of the page، نكتب اليوم والتاريخ على رأس الصفحة. Today is Sunday، اليوم الأحد. It's the 14th of March 2021، 14/3/2021. Read then color the picture، اقرأ وبعد ذلك لون الصورة. الآن أنا ما بدي لا تلون الصورة ولا ما يحزنون، بدي منك شغلة، بدي read نقرأ، وبدي نستخدم يا إما his يا إما her. الآن باجي أنا بكتب كطالب his له، برسم بجنب his صورة ولد للولد، her لها برسم بجنب her صورة بنت عادي، البنت اللي عندي طبعا تقبلوا شكلها يا مس كيف ما كانت، her لها للبنت. الآن this is my auntie، حدد معي الأصوات. this is my auntie. أنتي، أنتي معناها عمتي. الآن يا مس عمتك ولد ولا بنت؟ أكيد بنت. لما بدي أستخدم لها ضمير بستخدم هز له ولا هير لها؟ أكيد بنستخدم هير، لأني أنا بحكي عن أنتي عمتي، وعمتي بنوتة حلوة زي هاي البنت يا مس، هيها أنتي عمتي. Her name اسمها is Sue، اسم عمتي Sue. فراغ car is purple، سيارتها لونها نهدي. الآن لسيارة عمتي بستخدم his له ولا her لها؟ أكيد her، بحكي her car is purple، سيارتها لونها نهدي، سيارتها هي، هي أنثى بنت فبستخدم هير. and فراغ house is blue، وبيت، بيت مين؟ بيت أنتي. أنتي مين؟ أنتي سو. أنتي سو بنت ولا ولد؟ بنت. بستخدم لها his ولا هير؟ أكيد بستخدم لها هير. and her house is blue، وبيتها لونه أزرق. فإذا بدنا نلون الهاوس باللون البلو، وبدنا نلون الكار باللون البيربل نهدي. Let's move to the second part of the exercise، ننتقل للقسم الثاني من التمرين. This is بمعنى هذا. This is my uncle. What's the meaning of uncle؟ uncle معناها عم أو خال. This is my uncle، هذا عمي. His name اسمه هو is Ned، اسم عمي Ned. His name is Ned، اسمه Ned. فراغ cab is yellow، طاقيته، طاقية مين؟ طاقية عمي. عمي مين؟ عمي Ned. عمي Ned ولد ولا بنت؟ ولد، فبستخدم له his ولا her؟ أكيد his. his cab، his كاب يعني طاقيته، is yellow، شو لون الكاب؟ يلو، بنلونها يلو. and فراغ بايك is red، دراجته، دراجة مين؟ عمي.
عمي مين؟ ند. ند ولد ولا بنت؟ ولد. بستخدم له his ولا her؟ his. and his bike is red. لون البايك red. لون البسكليت أحمر. الآن يا مس قرأنا النص وكملنا، ننتقل على exercise number 2، التمرين الثاني. read, write and draw. read اقرأ، write اكتب، and draw ارسم. بدي أعبي بالفراغ، يا إما your لك، يا إما my لي، يا إما your لك يا إما ماي لي. الآن أنا بستخدم ماي بمعنى لي إذا كنت بحكي عن نفسي، إذا حكيت عن نفسي آي أنا، آي أنا، فأنا بدي أحكي عن إشي أنا بملكه. نشوف دان شو بيحكي. I have got a book. أنا بملك كتاب. I have got a book. أنا أملك كتاب. طب بدي أحكي كتابي أنا ولا كتابك؟ أكيد كتابي أنا. شو يعني كتابي؟ أو لي my. my book is on the chair. كتابي على المقعد أو على الكرسي. فإذا إذا كانت الجملة تبدأ بآي بستخدم الضمير my. صار الموضوع جدا سهل علينا. sentence number 2، you بمعنى أنت. طالما إنه الجملة بلشت بيو بستخدم بالفراغ your. you have got a kite. انت بتملك كايت، طائرة ورقية. طب بدي احكي عن طائرتك انت ولا عن طائرتي؟ اكيد عن طائرتك انت. your kite. your kite is in the cupboard. your kite طائرتك الورقية is in the cupboard في الدولاب. فإذا لأنه الجملة بلشت بيو استخدمنا your. the last sentence. you have got عندي you أنت. you have got a cat أنت بتملك cat. بما أنه you بستخدم my ولا your؟ أكيد your. your cat قطتك is under the table. القطة تاعتك وين يا مس؟ under the table تحت الطاولة. هيك يا مس بنكون أنهينا التمرين اللي هون. ننتقل الآن على الدوسية page number 11، صفحة 11. write the date of the page. today is Sunday 14th of March. الآن بدي أستخدم يا إما my يا إما your في الجمل التالية. عندي هون الجملة بلشت ب I معناها أنا، فإشي أنا بحكي عن إشي أنا بملكه. my لي، your لك. الآن شوف هون. I have got a cat أنا بملك cat. this is my cat هذه قطتي. ليش استخدمنا my؟ لأني بحكي عن إشي أنا بملكه. شو عرفني إنه الإشي أنا بملكه؟ لأني استخدمت I و I معناها أنا. picture number 2. you have got a dog يعني انت بتملك dog. بنشوف كيف بيأشر. this is انا بلشت بيو فالضمير اللي بستخدمه your. your dog. your بنلاحظ كيف your بتنكتب. your dog is. this is your dog هذا هو كلبك. بتوقع التمرين جدا سهل بعد ما اخذنا تمرين الكتاب. Now let's move to the last exercise for today. آخر تمرين لليوم. Page number 12. صفحة 12. Write the date of the page. Today is Sunday. اليوم هو يوم الأحد. 14th of April. Sorry, 14th of March. بلشنا نخربط بالتواريخ. الآن عندي boy, a boy and a girl. بنت وولد. نتذكر إنه البنت بستخدم لها her. لها. والولد بستخدم له his. كل واحد فيهم بيملك شغلة من الأشياء اللي بالصورة. الآن أنا بدي أقرأ. إذا كان الإشي مكتوب معه his فالإشي للولد، وإذا كان مكتوب معه her فالشغلة هاي للبنت، بنوصلها مع البنت. أول شغلة his ball. his معناها له، وكرة
بول يعني كرة، هيز بول يعني كرته هو، بوصل الولد مع مين؟ مع البول. هيز بايك دراجته هو، بوصل الولد مع البايك. هير كات، هير معناها لها، وكات قطة، يعني القطة إلها، بنوصل معها إيش؟ الكات. هيز دوغ، هيز دوغ معناها كلبه، يعني الكلب لمين؟ إله، بنوصل معه هون. هير هاوس، هير هاوس يعني بيتها، هير لها، بنوصل البنت مع البيت. هيز سكول باج، هيز سكول باج حقيبته، هيز له، وسكول باج حقيبة، بنوصله مع الحقيبة. هير كمبيوتر، هير كمبيوتر، هير لها، كمبيوتر، هير كمبيوتر، بنوصلهم. هير بن، هير لها، وبن قلم حبر، بنوصلهم مع بعض. هيز بمعنى له، دوغ كلب، بنوصل هيز دوغ، هيز دوغ. هير بوك، هير بوك يعني كتابها، هير لها، بنوصلها مع الكتاب. الآن عندي هيز دوغ مكررة مرتين، هيز دوغ، هيز دوغ مكررة مرتين، فأنت بتوصلها مرة واحدة. هيك يا مس بنكون أنهين درسنا اليوم. Good luck ويعطيكوا العافية.